تهنينا سعادة السفير بمناسبة العيد الوطني لبلادكم، ونشكركم لإتاحة هذه الفرصة للقائكم اليوم. نرغب في البداية أن نتحدث عن العلاقات السياسية بين البلدين. فنزويلا وسوريا يمثلان اليوم مثلا للكرامة وللنضال، نضال الشعوب للتحرر ضد الإمبريالية التي تسعى لفرض صيغ لا تتناسب مع تطلعات ومع طبيعة هذين الشعبين وتركيبتهما. اليوم فنزويلا وسوريا تتزعمان هذه المواجهة من جديد ضد الإمبريالية. هناك علاقات تاريخية وأيديولوجية تربط كلينا، نحن بلدان وشعبان نناضل ضد عدو مشترك لا يتسامح بأن تقرر الشعوب مستقبلها ولا يقبل أن يكون للشعوب حريتها في تقرير مصيرها. علاقاتنا السياسية كما سألتيني هي علاقات قوية وكل يوم أقوى من قبل. منذ بداية الحرب على سوريا كان لفنزويلا موقف ثابت في دعم الحكومة والجمهورية، حكومة الجمهورية العربية السورية والشعب السوري في مواجهة هذه الأزمة، واليوم أيضا وخلال الفترة الأخيرة كان لسوريا موقف ثابت في دعمها المتواصل لفنزويلا للديمقراطية وللرئيس نيكولاس مادورو والحكومة البوليفارية في فنزويلا. بلدان يتعرضان لحصار وعقوبات اقتصادية، ما الذي يمكن للبلدين فعله فيما يخص العقوبات الاقتصادية على البلدين؟ أمريكا هي إمبريالية في طور الأفول، ونتيجة إحباطها من خسران نفوذها وقوتها التدريجي بدأت بتطبيق حزمة من العقوبات والإجراءات الأحادية الجانب العقابية على عدة دول، ليست فقط سوريا وفنزويلا، هناك أيضا نذكر الصين وروسيا وإيران وغيرها من البلدان وكوبا أيضا، بهدف محاولة لضرب هذه البلدان. وفي أمام هذه الهجمة بدأت هذه البلدان بوضع سياسات وآليات للتبادل الاقتصادي فيما بينها ووضع آليات للتعامل لمواجهة هذه العقوبات التي تستهدف الشعوب. هناك عدة آليات بدأت تطبقها فنزويلا مع بعض البلدان الصديقة والحليفة لها. خلال زيارة السيد وزير الخارجية الفنزويلي إلى سوريا تم الاتفاق على عدة آليات وعدة خطوات لتعزيز التبادل بيننا. في الحقيقة حاليا نحن بطور الإعداد لافتتاح الأسبوع الثقافي الفنزويلي في سوريا. هناك كما تعرفين جالية سورية كبيرة في فنزويلا تصل إلى مليون، هناك تبادل يتم بين الشعبين من خلال هذه الجالية. ابتداء من 21 تموز من هذا العام سوف يتم افتتاح الأسبوع الثقافي الفنزويلي في سوريا. ماذا عن مشاركة بلادكم في معرض دمشق الدولي؟ أهمية هذه المشاركة؟ سنشارك في معرض دمشق الدولي، هو معرض ذو أهمية كبيرة جدا بالنسبة لنا، فإذا أردنا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين كلا البلدين فليس هناك مناسبة أفضل ومكان وحدث أفضل من معرض دمشق الدولي. أذكر عندما وصل وجاء السيد وزير الخارجية خورخي أرياسا واجتمع مع السيد وزير الخارجية وليد المعلم، اتفقا على رفع سوية العلاقات الاقتصادية لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية الرائعة والذي لا يمكن أن يصل إلى أفضل من ذلك برأيي. معرض دمشق الدولي هو أهم حدث يمكن من خلاله أن ننشر إمكانياتنا الاقتصادية وأن نقدم الدعم لسوريا على كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة فيما يتعلق بالاقتصاد، سواء بإعادة الإعمار سواء بالإنتاج وبكافة سبل التبادل التجاري والاقتصادي بيننا. إذن لا يوجد أفضل من معرض دمشق الدولي كمكان للمشاركة. نحن سنشارك في الدورة 61 من هذا المعرض، ونقوم في الوقت الحالي بالتنسيق مع عدد من الفعاليات التجارية ورجال الأعمال في فنزويلا لجذبهم لكي يأتوا ويشاركوا في هذا الحدث الاقتصادي المفصلي. حقيقة عدة شركات فنزويلية أكدت أنها ستشارك في هذا المعرض. بعد التواصل مع عدة شركات، هناك شركات في متخصصة في المواد الغذائية والطاقة والأدوية ترغب في الحضور ومناقشة سبل تعزيز العلاقات والتبادل الاقتصادي في هذه المجالات، بالإضافة إلى شركات مرتبطة في قطاع إعادة الأعمار.